صباح الخير. صباح الخير، اتفضلي. حاسبي. ايه؟ كنت هتقعدي على منيرة. منيرة مين؟ منيرة خطافة الرجال دي. علا اسمها منيرة. فين منيرة دي؟ ايه؟ قاعدة قدامك اهي. مفيش حاجة قدامي، ما هو هوا 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 هوا. اللي قاعدة بتاكل سندوتشات خيار مخلي. هو انت بس اللي شايفه منيره دي؟ ما انا مش شايفه حد خالص. انت هتعملي زيهم ولا ايه؟ زي مين؟ انت هتقولي بقى مفيش حد بقى وكده؟ فين؟ يا ميت بختك يا ليلى، يا حظك يا ليلى. انت بتعيطي ليه؟ انا ما عملتش كيش حاجه. طب استني بس، هي فين منيره دي؟ هي دي؟ معلش انا عيني وجعاني. انا ما يعني خلاص شفت انا منيره. ازيك يا منيره؟ ما تسلميش عليها. ليه؟ دي خطفت خطيبي مني. خطفت خطيبك؟ وحشة منيرة دي. اضربيها. اضربها فين؟ اهي. طب اضربيها معايا. اهي اضربيها بقى. اهو يا منيرة، يا وحشة يا منيرة. كده احسن. خلاص ضربنا منيرة. بصي بقى، مش لازم نقعد مع منيرة احنا خالص، خلي منيرة تقعد في المكان كله. ايوه يا وحشة. هو هنا في حد قاعد هناك هنا؟ لا، بيقعدوا معايا هنا بس. طب انا ممكن اروح اقعد هناك هنا؟ طيب. انت اسمك ايه؟ انا اسمي سارة. هو حضرتك دكتورة هنا يعني؟ لا انا عيانة زيك كده. امال مش لابسة هدوم عيانين ليه؟ لو انت مش عاجباك الهدوم اللي انت لابساها، البسي زي الهدوم بتاعتي. وانا هجيب الهدوم الحلوة دي منين؟ دي باين عليها غالية قوي. هاتيها من عند حسن. بصي انا هخلي حسن يجابلك هدوم حلوة زي دي. اوعى تكوني بتكدبي علي. انا مش بعرف اكتب على حد. طب حسن هيجيبهم لي امتى؟ بكره هخليك يجيبهم لك. بكره. انت اسمك ايه؟ اسمي ليلى عبد السلام محمد عبد الغفار. ايه ده؟ انا اسمي ساره بس، انت ليه عندك اسم كتير كده؟ قولي ليلى بس. اقعدوا ساكتين بقى. مين دول اللي اقعدوا ساكتين بقى؟ هو انت بتكلمي مين يا ليلى انت؟ الناس دول بس كلام في سرك، دول ناس وحشين قوي، ظلموني. ربنا يسامحهم بقى. ربنا يسامحهم بقى. ايه ده؟ هو انتوا ليه كلكم على بعضكم قاعدين في اوضه واحده وسايبين بقيه الاوضه؟ ليه كلكم قاعدين في الاوضه دي يعني؟ كلكم مع بعض ليه؟ عشان احنا هنا عيانين فقر. يعني ايه عيانين فقر؟ يعني مش عندكم بابا وماما؟ انا كمان ما عنديش بابا وماما. لا، عيانين فقر يعني ما عندناش فلوس. ما عندكوش فلوس؟ طب ما تاخدوا فلوس وتروحوا تشتروا بيها فلوس. ما احنا ما عندناش فلوس عشان نشتري بيها فلوس اصلا يعني. اصلا يعني؟ طب انا هخلي حسن يديكم فلوس عشان تروحوا تشتروا بيها فلوس. حسن ده باين عليه جدع قوي، مش زي حمدي. حمدي مين ده بقى؟ حمدي الخضار اللي سابني وراح اتجوز منيرة. اهو قاعد قدامك اهو، اللي لابس جزمة من غير شراب ده. ساره ما تشاوريش. ليه؟ اعملي نفسك كده يعني مش واخده بالك. اصل امه بتبص عليكي قوي. امه مين؟ امه التخينه الحوله اللي هناك دي. حسبي يا ساره. ايه قعدت على حد؟ لا قعدت جاي تضربني. متضرب مين؟ اصل عايزه تعرف مين اللي كسر المعاش. مين المعاش يا ساره؟ مين المعاش يا ما تضربيهاش عشان انا اللي كسرت. خلاص مشيت اصلا هناك اهي، بعدت خلاص. اقعدي. انت باين عليك عيانة طيبة قوي وبنت حلال كمان. انت كمان. بص انا هخلي حسن يجابلك هدوم كتير وفلوس كتير ومقشة غير اللي اتكسر. هو حسن مين ده اصلا يعني؟ اخوكي؟ لا، حسن ده يبقى حسن يعني يبقى اصل انا مكسوفة. اقول مكسوفة مني انا يا سارة؟ ده انا اختك ليلى، انا صاحبتك. قوليلي بقى مين حسن ده؟ حسن ده يبقى حبيبي. حبيبك؟ عيب يا سارة. ايه ده، انت بتعلي صوتك ليه؟ انا مش بقول لحد غير انت. عشان انا صاحبتك. عشان انت صاحبتي يعني هنبقى اصحاب كده على طول؟ ها؟ واحنا تجيبي بقى كل يوم. ادي ما تخافيش يا سارة. ادي ما تخافيش، دي سيدة صاحبتي. صاحبتك برضو؟ مالها عاملة كده ليه؟ لسه واخدة جلسة كهرباء. بيكرهبوها؟ أرجوك اطمني يا رايفة هاني،
مادام ما خرجتش بره المستشفى يبقى ان شاء الله هنلاقيها. يعني ايه يا دكتور حاله زي ساره تخرج لوحدها من اوضتها وتلف كمان في المستشفى؟ طب ده اكبر دليل يا هانم ان حاله ساره تقدمت وقدرت انها تخرج تكتشف عالمها. دي كمان غيرت هدومها لوحدها يا دكتور. يا نهار ابيض، ده انا مش مصدقه نفسي. لا اله لا اله يا دكتور. ايوه في عنبر 9000. اتفضلي يا ريفان. حاضر حاضر. اتفضلي يا ساره. هي سيدة دي عيانة قوي يا ليلى ولا ايه؟ العلاج اللي بتاخده تقيل، هو اللي بيدهولها كده. بس العلاج بيخفف، حسن قال لي كده. الدكاترة قالوا ملهاش علاج الا الكهرباء، عشان كده تقيلة عليها شوية. أنا بقى بتعالج بالجيلي، ولما ببقى عيانة قوي يعني بيحطولي في الجيلي موز. أنت برضو بتتكرهبي زيها كده ولا ايه؟ لا، أنا بتعالج بالأدوية بس. وهي سيدة دي عيانة بإيه؟ بعقلها، عقلها تعبان زي كل العيانين اللي في المصحة. هو أنا عقلي عيان؟ أمال أنت في المصحة بتعملي إيه؟ وأنت عقلك عيان؟ مش عارفة، بس الدكتور فايز مطلع عليا أشياء عني بكلم الهوا. طب فايز ده وحش قوي، واحدة بتكلم الهوا، هو ماله هو؟ أنا هخلي حسن يرفده. آه لأ، انتي انا موته الاول وبعدين تخلي حسن يرفضه. عارفه انا خفيت. ايوه مش باكل جيلي دلوقتي، وحسن قال ان انا خفيت. بالعقل كده يا ساره، يعني لو كنت خفيتي حسن سايبك هنا ليه؟ عشان ده بيتي، انا ما عنديش بيت غير البيت ده. لا يا ساره، عندك بيت، كل واحد في الدنيا دي عنده بيت، حتى الفار عنده بيت. وانتي عارفه فين بيتي ده؟ بيتك اللي ساكنين فيه اهلك. الحقي دي بتموت ولا ايه؟ لا يا ساره عادي، ده من الكهرباء. مسكينه يا سيده. مسكينه ليه سيدتي؟ اصل جوزها طلقها ورماها هي وبناتها الاثنين في الشارع بعد 10 سنين جواز. طفحت الدم يا عيني، واشتغلت كتير عشان تربي البنتين، ولا كانت بتطول منه ابيض ولا اسود، وفي الاخر خدهم منها بحكم المحكمه. فضلت 5 سنين ما تشوفش البنات، عقلها لسع فجابوها على هنا، واهل الخير بيصرفوا على علاجها. انا مش هسكت، انا هخلي حسن يجيب لها بناتها، ويروح يحط الراجل اللي خد منها بناتها ده في السجن جوه، ويجيب لها بنتها. وهو حسن ده هيعمل ايه ولا ايه يا ساره؟ ده حسن ده طيب قوي. والله انت اللي طيبه وعلى نيتك يا ساره. اصل انت مش عارفه حسن ده بيعمل ايه ولا ايه ولا ايه. ساره ايه رايفه هنا؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يديك الصحه يا ساره. رايفة هانم بلاش تقابليها دلوقتي، سارة لسه مش مستعدة للقاء ده، أنا بس كنت جايبك عشان تشوفيها. ما نفسي أخدها في حضني. قريب، قريب أوي إن شاء الله. اتفضلي يا هانم. سناء، خلي عينك عليها من فضلك. والله يا دكتور حسن أنا عشت سنين طويلة أدعي ربنا يمد في عمري لغاية ما أشوفها واقفة على رجليها تاني. ده اعتراف من حضرتك ان العلاج بتوفيق من ربنا جاب نتيجه. ما هو محدش يقدر ينكر. امال ليه عايزين تهدوا كل اللي انا بنيته؟ ليه عايزين تحرموها من حقها في انها ترجع للحياه من تاني؟ يا ابني لا انا ولا اخواتها بنفهم في الطب، هو بس كان في دكتور كبير شافها. كلام الدكتور صفاء على راسي من فوق، لكن اذا كان الواقع بيقول غير كده وحضرتك لسه شايفه بنفسك. وهو كمان شايف، بس مش عارفه ليه قال ان العلاج ملوش لزوم. طب تصدقي وتأمني بإيه؟ أنا قلبي حاسس إن دكتور صفاء ده لا بيفهم في الطب ولا بيحب سارة. دي وجهات نظر يا رهيفة هانم، وكل واحد في شغله بيجتهد، وأنا مش هنكر إن علاج سارة لسه هيمر بمراحل صعبة كتير أنا بحاول أتخطاها. والله يا ابني ما عارفة أعمل إيه.